لو الحكاية فيها إن فيتو تقديم استقالته، وأنا من وجهة نظري وجدت أن هذه الاستقالة إذا تمت سيكون بداية لخراب هذا النادي، لأنه لن يستطيع أحد في الظروف اللي احنا فيها أن يستطيع أن ينقذ نادي الزمالك، ولكنه هو ومجلسه المحترمين قادوا النادي في فترة عصيبة وأعادوا بطولة الدوري لنادي الزمالك وأفاضوا في كل مكان وفي كل اللعبات، حتى نجحوا في تحقيق مراكز رياضية على مستوى عالي جدا. أنا النهاردة من الصباح، يعني من الأمس ما كنتش قادر أنام، وفي الصباح النهاردة قلت لازم أروح بيته وأتكلم معاه، وتوجهت إلى هناك وعرضت عليه الموضوع، وكان متمسكا في البداية، وقلت له إذا كنت بتحب نادي الزمالك وتعشق نادي الزمالك وأنا أعلم ذلك وحقيقة ذلك، أن تعدل على هذه الاستقالة.